سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. يعد الراحل عمر العقوري الكزة من الشخصيات الرياضية التي قدمت الكثير للرياضة الليبية، لاعباً وحكماً وإدارياً. ولد الرياضي السابق والراحل عمر يوسف العقوري الكزة عام 1922، والتحق بالمدرسة الإيطالية آنذاك، حيث درس اللغتين العربية والإيطالية. مارس نشاط كرة القدم لفترة زمنية ليست بالقصيرة، وارتبط بمجال النشاط الرياضي وبقطاع الشباب لمراحل زمنية متعددة. بدأت علاقته بالنشاط الرياضي منذ الصغر، حيث مارس لعبة كرة القدم في الشارع، ثم استمر يمارس نشاطه في المدرسة، وكان ذلك خلال السنوات من عام 1933 إلى عام 1935. وفي عام 1935 اختير ليكون لاعباً بفريق منطقة البركة، ليبدأ رحلته الفعلية مع نشاط لعبة كرة القدم المحلية. وشارك العقوري في العديد من المباريات التي خاضها فريق البركة ثم منتخب بنغازي، حيث لعب أمام العديد من فرق المعسكرات الإيطالية والفرق الألمانية والفرق الإنجليزية فيما بعد. كما شارك الراحل عمر العقوري مع فريق الجمعية منذ أوائل الأربعينيات، ولعب العديد من المباريات خلال تلك الفترة. وعندما تم حل هذا الفريق، قرر الاعتزال كلاعب ليلتحق بمجال التحكيم الذي كان يضم وقتها عدد قليل من الحكام. وقد بدأ العقوري نشاطه التحكيمي كحكم كرة قدم بالمساهمة في إدارة مباريات المدارس، ولنجاحه في هذا المجال تم تكليفه بالإشراف على مسابقات المدارس التي قدمت العديد من اللاعبين والنجوم الدوليين. ثم شارك الحكم عمر العقوري في إدارة مباريات المسابقات المحلية حتى أصبح أحد أبرز حكام كرة القدم في الخمسينيات والستينيات، إلى أن اعتزل ميدان التحكيم منتصف الستينيات. وعقب اعتزاله هذا المجال، واصل العطاء في مجال الإدارة الرياضية، حيث تقلد العديد من المناصب القيادية، حيث تولى مهمة ممثل اللجنة الأولمبية الليبية لعدة سنوات حتى مطلع السبعينيات، كما كان عضواً بالمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية. نال الإداري عمر العقوري شرف المشاركة مع أول وفد رياضي ليبي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية، حيث اختير عضواً في الوفد الرياضي الليبي الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو باليابان عام 1964. وضم الوفد المشارك في هذه الدورة كل من عمر العقوري، نجم الدين كعبار، سليمان حسن الفقيه، وصالح دراويل. وقد قام خلال استعراض الوفود المشاركة بطوكيو في حفل الافتتاح بنيل شرف رفع علم ليبيا الذي يرفع لأول مرة في الدورات الأولمبية الدولية. والراحل عمر العقوري هو عضو مؤسس للجنة الأولمبية الليبية، وعضو بأول مجلس لإدارتها عام 1962، حيث استمر لمدة 8 سنوات استمرت حتى عام 1970.